حبيبات، هادي هي البليصه في تنجلس. درت هاد البليصه هكا، صوبتها ديك الخبيبيه، هي حطيتها هنا على هاد الكريسي حيت كت تنزل شويه د الماء، ما نعرف علاش. جبتها لهنا حيت الطبله د الخشب غادي تضيعها ليا. ايوا هنا غادي نصب الحريره، ها نتوما كتشوفوا. خديت هادي هاد لا مارك ام جي، رخيصه ديال المرجان، 100 درهم. المهم تضيفانيك وصافي، ماشي حتى 100 درهم، قل برومو. مالبصيله ومطيشه، هذيك العطريه اللي غادي ندير، ديك الخنيشه فيها شويه ديال القرفه، القزبر والمعدنوس. وهنا عندي كرافس كانوا باقيين لي من المره اللي فاتت، حيت راني ديجا درت الحريره. ايوا كنت مشغوله مع الولد، جريت طلع نزل. وهنايا كندير داك كنور والضامات وداكشي، كنخبعهم هنا في الفريكو ملي كنحتاج، حيت بعض المرات ما تيكونش عندك المعدنوس كديري ديك المكعب. راكي عارفه، راكم عارفين، انا بالنسبه ليا يدي بوحدي. دي الاولاد للمدرسه جيبيهم، قريهم، حفظيهم، ايوا وكليهم، شربيهم، وعاد نتعاف طريف الخبز ديالهم، ماشي سهل. وعاد طلع ونزل هالإدارات هالمحاكم، ماشي سهل. واللي في نفس الحال اكيد راه كتكون عندك المعاونه وعندك هذا وهكا كتعيا. حنا راه لا عائله لا تصيله، يدنا بوحدنا، ما كاينش واحد التغيير. الحمد لله اننا في بلادنا صافي، اما تقريبا. المهم انني جيت لبلادي والهواء د بلادي والارض د بلادي وكل شيء متوفر، ولكن غرباء في ارضنا. والله ما هكا ولا ديك التصيله الاستغلاليه المسمومه اللي ياكلوك ياكلو فيك ويشربوا. انت تسعي على ولادك ويطمعوا فيك حتى في ديك طريب الخبز. اللهم هكا ولا، ويحسبوا لك اللقمه اللي كتوكليها لوليداتك. ايوا صافي، انا جلست تما خلاص. راه عندي دابا نوريكم، دابا نوريكم الصاحبه داكشي دايره هنا، دايره داك ديال السندلات، هذيك ديال كانت قدا. دابا المشكله هذيك ديال التقديه، والله الا خديتها. عندي وحده قديمه تفورات، ايوا خديتها هذه، لقيتها عند واحد مسكين في السوق، غير وحيده اللي عنده، ودار معايا واحد الثمن زعما عجيب غريب حق الله. ايوا وزعما خلص السوق كيسالني واحد البراك. تخيلوا جبتها النهار الاول، نهار الثاني كان محمد غادي بها خاويه، هي جرها وحنا غاديين، وجا واحد مول الطاكسي وداز فيها. سبحان الله، والله الا بقات فيا قلت يا ربي جديد. مع كنهز بيديا هكا كيعياو ليا، والله الا طرطقوا لها الروايد ما عرفوش دابا واش نديها عند شي حد يصوبها لها الصاحبات ولا شنو. وديك البليص دابا نوريكم بزاف د الحاجات غير من بعد. انا عاد تنقربش وصافي، تنقادد وصافي. هاد الطبيله هنايا بقات فيا ديك الكروسه، والله الصاحبات. بالنسبه للحريره الصاحبات، غادي نطحن مطيشه في هادي، ايوا، وغادي نطحن حتى القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو، حيت ماشي شي كاليتي اللي زوينه. كانت عندي فيليبس انا شحال هادي تما في السودان، تسعه بقات لي اختي مع ديك الشوانت اللي ما جابوهم لياش، فزوينه. دابا هادي ماشي شي، المهم كديباني وصافي. كاينه وحده ديال اليد قلبت عليها ما لقيتهاش، ايوا وصافي. غادي نخلطهم وغندير مطيشه حتى هي غنطحنها. البصله غادي نقطعها، شوفوا البصله، البصله غاليه يا صاحبات. ايوا صافي، دابا نوريكم زعما غادي نوريكم زعما انا غنعلمكم زعما الثقه في النفس. غتنقرش بشو صافي، شوفوا الحساسيه الصاحبات، شوف شتي جاتني في السودان، ما نعرفش شنو هادشي، تيخرج لي في يدي وفي وجهي، شتو تيخرج لي في يدي وفي وجهي. صراحه هادي جاتني في السودان مع ديك الحراره، كانت يدي كتشوط وتجبهتي، وال زعما الحنوك ديالي واللحيه ديالي الدقن. الله ياخذ الحق،
كيتبعوك حتى على اقلاقه الله وي. بركابي قال لك خليها في السودان بحرات تفوره بحرات هذا. شوف الحسد والحقد تاع على صوره الله سبحانه وتعالى. اي والله ياخذ فيه الحق في هذه الايام المباركه. صاحبات غادي نضيف الحمص في الزبتون وصلتو ونديرو في الكوكوت. هاد الكوكوت كانت عطاتها ليا واحد الاخت جزاها الله. المهم دبانين بيها على ما ناخذ شي كوكوت تكون ديال هادي ما كتزيرش مزيان كتخرج في الجناب ديالها كتخرج. فخاصني ناخذ شي وحيده تكون كتزير مزيان ايوا تكون خبيبره. دابا هادي الحريره دابا درناها دوزت لنا شي المهم 3 ايام تقريبا و وانا عاوتاني تندير قولوا لي انتي عليها ديك التشيشه وهذا. دابا نبقى نبارطاجي معكم ان شاء الله. الحمص درته في الكوكوت. الحمص يمكن ما نعرف بزاف ولا هذا على حسب الدراري. واخا ولادي ماشي بزاف كيبغيو الحمص انا عزيز عليا ما بيش. واخا ما طيبش خديته من عند الهري ما طيبش مزيان. مطيشه هي تحكات انا غادي نقلبها هنايا مع الحمص. كبيت مطيشه على الحمص. انا غادي ندير قزبر المعدنوس وال عفوا الكرافس ايوا وندير العطريه وقطره الزيت ونديرها تغلي. ندير واحد الضويمه الا هذا ديال نص ضويمه ديال مذاق الحريره حيت هادي ما فيها لا لا قطعات اللحم لا حتى شي حاجه. واخا انا وليداتي عزيز علي خاصه توته توته عزيز عليها التقطعات وعزيز عليها اللحيمه وهذا. ايوا دابا غنديرها هكا ونضيف فيها شي شويه شي طريف ديال السمينه ونصيص ديال ديك البنه ديال الحريره باش تعطيها شويه هذيك الطعم. ايوا وصافي الى الملتقى. صاحبات الحريره ها زعما الربيع بعد ما وجدتو قلت لكم راه ما كطحاش الربيع مزيان هذيك هذه ولكن المهم كدباني. بصله بصله راكم عارفين تات تدمع وتتسيل مني. شنو سميتو صراحه الحريره راه هي الكرافس وهي الربيع هذه هي الحريره. دابا غادي ندير العطاريه شويه وشي معلقه زيت ونجيب الميها سخيخه نكبها عليها. بغيت نوريكم ولكن الدراري ناعسين. صاحبات صافي درت العطاريه درت كلشي درت ديك الضويمه ديال الحريره. غادي نجيب شويه ديال الماء سخون ايوا وغادي نسد عليها. ها الكويكيت ديالنا كطيب الصاحبات. دابا رديتها ولكن مشكلتها كتسيل من الجناب كتزيرش مزيان. المهم ضبانيه بها حتى ناخذ شي كوكوت كيف قلت لكم. هاد السبوره غادي تشوفوا هاد ديال الدراري خديتها لهم باش نبدا معاهم الدروس. كنتسنى غير شي حد يتقبل ليا لهاد باش نعلقها. هادي حالة اللي ما مع حد تتلقى مشكله في كلشي. والله الا عندي الريدو خديت واحد الريدو مستعمل. شوف الدراري فين تيلعبوا ها دايرين المدينه ودي واحد الريدو مستعمل خديته ايوا وخديت له الجعيبه وما لقيتش اللي يركبوا ليا شتي ايوا. الحمد لله على كل حال. دابا هادي خاصني شي شنيور ايوا وجي شي حد خلاص الريدو الثقابي ديالو كاينين شتي خاص غير يسلم ولا شي حاجه بدهم فين يركب ويثبتهم. هادي خاصها ضروري داك الشنيور باش تقبل الحويطات ودير لهم وتعلقها فيهم باش نبدا معاهم الدروس. دابا نبارطاجي معاكم الطريقه نخدم معاهم الدوره الثانيه مزيان ان شاء الله في السبوره. ايوا والله المستعان ايوا نحاربوا في هذه الحياه. الجنه تستحق ياك الاخلاص في العمل. ها هي الكويكيت تطيب.
ها هو دا الطحين، غادي ندير شويه هنايا وغادي نحركو مع شويه الماء بارد. ايوا ما عرفوش نخلط مع مطيشات الحك ولا ندير كل واحد بوحدو. خديت هاد مطيشات الحك هادي، ها هي شتيوها اولا، اول مره غنجربها، ما عرفوش زوينه ولا لا. ايوا هادشي اللي كاين الصحيبات، الصحيبات هادي هي التدويره ديال الدقيق. شتو كيديروا هاد مطيشات الحك هكا مخلطه مع الدقيق، اول ما غنديرها زعما عمليه مع مشى الحال، قلت عمليه ديرها بلا ما تبقى. دابا خاصني واحد انا شنو كندير، كنت كندير الدقيق في القرعه د الماء وندير نزيد عليه الماء وكنبقى المخض. صراحه زوينه هذيك الطريقه. دابا الطريقه تحرق شويه كيكونوا كويرات. دابا نجيب داك الطراب ديال اليد ونحرك مزيان به. صافا الصحيبات، الصحيبات ها هي دي درت التدويره وزدت عليها الشعريه داكشي تدريجيا. صافي نخليها غير تغلي ونطفي عليها. شوف الكوكوت ما كتقادش صغيره، شتيها حطيت البوطه الصغيره انتم. البوطه الصغيره راه هكا اصلا كتكون شتي ملي كتشريها هكا. دابا نشوف شي بوطه، دابا نشوف حنا راه حنا بدينا نزرع الصحيب وراه بزاف اللي بقى لي تما جوج صفار قدو قداش. ايوا خليفة الله سبحانه وتعالى، هاهي كتحب هي كتبدا تطلق الغلية هكا، راها طابت وشدات. شوف خاصني نرد البال قبل يا اختي ما تقلب عليا. البوطة الصغيرة ما فيهاش اللعب، ما معاهاش اللعب. نوريكم تحرير الصحيبات، هاهي عاد غادي نكب تما. هادي هي طبيلتنا الصحيبات، تما حليبة وقهيوة عصير ميها تميرات داكشي ديال بريوات وشباكيه الحريره. توتا ديما كتقولي كبي لنا ماما الحريره في هاد السوبير، حنا هادشي تنخليوه ديما لهاد. ها حنا كبينا فيها، ديما كنكبلهم في زليفات مباشره ياكي. الله اكبر كبير حتى كيربيو ساعات كتير هنا مربع الدوله القائمه سيدنا محمد المسيح الفضيل والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. كبيت لهم حريرة تما فيها ديال البيتزا وبيضات مسلوقين. خلاص محمد ما ياكلش، كياكلهم قليل مقلي ما تيدير لك والو، ولكن مسلوق تيدير له. الطبيرة ديالنا محمد الوحيده اللي كياكل هي هادي، ياك ولدي. وهكاك وكان شك تتكون تدير له حساسيه، واخا ما فيها لا زنجبيل لا والو، ياك ما تدير لك والو. ومخمرات راهم، وها هي توتا قعدهم. السلام عليكم، شفت طبيعتنا ديال رمضان؟ قلهم باركي لهم رمضان. رمضان مبارك محمد، راه تيدير الاكسجين هكا كنخيل معاه. شحال من فيديو صورت لكم وما كملتوش حيت كانت شاده الحاله بزاف هاد الفتره الاخيره، راكم عارفين واش مع الدار الغموليه اللي فيها ولا مع الجو، والله ما عرفت. اصلا راه كاين ترسبات باقيه من داك السودان. محمد سلم عليهم،
قول لهم يدعوا لك بالشفاء. يدعوا لي بالشفاء هكا تبقى دابا شويه. راه ما جاتني لقانا نصور لكم حتى شتو شي شويه هاد دابا شو شويه عاوتاني. راه ما كانش نمشي دابا المضاد الحيوي ما كنبغيش نعطيه له. ما يمكنش انا كلتي ما نعطيه مضاد حيوي، راه غادي يضعف المناعه ديالو خلاص. راه مناعته من داك السودان راه ضعفت. يلا الصحيبات هطبرتنا. يلا واكي جاتكم هند فقر والشجاعه. شنو اللي تيعجبك يا توتا؟ الحرير. وشنو اخر؟ توتا كتحماق على الحرير. محمد شويه راه تنوكلها له بالسيف. يلا شنو تيعجبك يا توتا البنوته؟ الحريره والبيتزا المخمر. وانت محمد؟ شنو؟ الريش والبيتزا والبن. هادشي اللي تيعجبه هذاك الكريوش عجبو. اختي انا مبغيش نبقى نعطيه له، خاف تمشي يكون هو تيدير له الحساسيه. حتى ديك الزبده دليليا ما بقيتش نعطيها له، كنت كناخذها لهم. ايوا ها طبيعتنا نمشيو نفطروا الصحيباتي. هاديك توت يلا ذوقي حريره توت. شنو تنقول؟ بسم الله. ها عطيني رايك. شي توتة الا ما عجبتهاش الحاجه والله ما تاكلها، راه ضويقه يعني ضواقه في اكلها. واحد ديالي شكرا. يلا كولي كولي وهزه ولدي. يلا دابا هو الحريره خاصني نوكلها له. ها هي حلف كمل الاكسجين سالا صافي. يلا بقول بسم الله. ها اللي قلنا تيب دايبة. شنو اللي شفك هذا ولا دلك الحساسية؟ ها سمعتي شنو قال لك؟ قلت له دلك الحساسية. ها مو حتحمل مسؤولية.